أعزائي كل طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع أول فيديو لشرح قواعد الدرس الأول من الوحدة الأولى. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض الأفعال الخمسة الخاصة بحركة المرور. زي ما احنا عارفين إن في الدرس بتاعنا احنا بنتعلم إزاي نوصف الحي السكني بتاعنا، فمن خلال إن احنا بنوصف الحي السكني بتاعنا بنوصف حركة المرور. فبناخد مع بعض خمس أفعال تخص الحركة المرورية في الشارع. أول فعل معانا هو الفعل مارشي. الفعل مارشي، مارشي يعني يمشي، وهناخد التصريفات بتاعتهم في الآخر. بس المهم، الشيء المهم اللي أنا عايز أقوله لك في الفعل مارشي إن هو بياخد معاه حرف الجر سور، يعني يمشي على، يمشي على. هقول لك مثال: دي بيتون مارش سور لو تروتوار. دي بيتون مارش سور لو تروتوار، يعني المشاة يمشون على التروتوار او على الرصيف. الفعل الثاني هو تورني. تورني يعني يلف او يتجه، والفعل تورني بياخد معاه حرف الجر ا اخواته. مين حرف الجر، مين اخوات حرف الجر ا؟ هما او والا والا بوستخوف و ا اكس. ناخد مثال: une voiture tourne au rond-point. Une voiture tourne au rond-point. يعني سيارة تلف أو تتجه إلى نقطة الدوران. هنا نقطة الدوران اللي هي rond-point مذكر، عشان كده خدت معاها حرف الجر أو. الفعل اللي بعد كده هو فعل اسمه avancer. avancer يعني يتقدم، يتقدم. الفعل اللي بعد كده هو الفعل افانسي. افانسي يعني يتقدم، وبياخد حرفين جر. حرف الجر الاول هو ا واخواته زي ما شرحنا قبل كده. حرف الجر الثاني هو فير. فير يعني باتجاه او ناحيه. ناخد مثال: une voiture avance au feu tricolore. une voiture avance au feu tricolore، يعني سياره تتقدم الى الإشارة ثلاثية الألوان. إن هنا الإشارة ثلاثية الألوان هي مذكر، عشان كده خدت حرف الجر أو. ناخد مثال تاني: un scooter avance vers le feu. un scooter avance vers le feu يعني سكوتر، الموتوسيكل الخفيف، يتقدم ناحية الإشارة، يتقدم ناحية أو في اتجاه الإشارة. الفعل اللي بعد كده هو الفعل traverser. traverser يعني يعبر، يعبر. والمهم في الفعل ده ان ياتي بعده محدد. ايه هو المحدد؟ محدد يعني اداه تنكير، اداه تعريف، صفه اشاره، صفه ملكيه، كل دول هم محددات. ناخد مثال على الفعل traverser يعني يعبر: un piéton traverse le pont. un piéton traverse le pont. ايه هي البون؟ البون اللي هو الكوبري، يعني شخص مار يعبر الكوبري. هنا الكوبري مسبوقه باداه تعريف اللي هي المحدد. ناخد مثال تاني: un piéton traverse la rue. un piéton traverse la rue يعني شخص مار يعبر الشارع، يعبر الشارع. هنا الشارع برضو مسبوقه بمحدد اللي هو اداه تعريف. الفعل اللي بعد كده هو prendre. prendre يعني يأخذ، وبرضه يأتي بعده محدد. يأخذ أو يركب، على فكرة معناه يأخذ أو يركب بالنسبة للمواصلات. مثال: il prend le métro. il prend le métro يعني هو يأخذ المترو. هنا المترو مسبوقة بأداة التعريف. مثال كمان: il prend son vélo. il prend son vélo يعني هو بيأخذ الدراجة بتاعته. son vélo الدراجة بتاعته. هنا كلمة دراجة مسبوقة بصفة ملكية son. كده شرحنا الأفعال الخمسة، مش باقي غير إننا نصرف هذه الأفعال. الفعل الأول زي ما قلنا هو marcher. marcher يتم تصريفه كالآتي: je marche, tu marche, il و elle marche, nous marchons, vous marchez, il و elle marche. أما الفعل الثاني هو الفعل tourner، يتم تصريفه كالآتي: je tourne,
tu tournes, il ou elle tourne, nous tournons, vous tournez, il ou elle tourne. الفعل الثالث هو الفعل avancer. يتم تصريفه كالآتي: j'avance, j'avance, tu avances, il ou elle avance, nous avançons, nous avançons, vous avancez, il ou elle avance, il ou elle avance. الفعل اللي بعد كده هو الفعل traverser. الفعل يتم تصريفه كالآتي: je traverse, tu traverses, il ou elle traverse, nous traversons, vous traversez, il ou elle traverse. أما الفعل اللي بعد كده هو الفعل prendre. Prendre يعني يأخذ أو يركب، ويتم تصريفه كالآتي: je prends, je prends, tu prends, tu prends, il ou elle prend, nous prenons, nous prenons, vous prenez, vous prenez, il ou elle prennent, il ou elle prennent. وكده احنا انتهينا من شرح الافعال الخمسة المرتبطة بالحركة المرورية. الفيديوهات اللي جاية هيكون فيها شرح قواعد، ولكني هركز اكتر على التدريبات، لان شرح قواعد مشروح او الفيديوهات بتاعته موضوعة على القناة من قبل كده من السنة اللي فاتت. فانا ايوه هشرح تاني، ولكن هركز اكتر على حل التمارين والاختبارات. شكرا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. افواه.